السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيكم مجددا بقناتي. اللي ما اشتركت يا ليت تشترك، واللي ما ضغطت زر اللايك يا ليت تضغطين، واتمنى تنشرون الفيديو على قد ما تقدرون عشان تكبر عائلتنا سوا ونفيد ونستفيد مع بعض. الفترة هذه فترة توتر وشد اعصاب، ما ان اختبارات نهائية والاسبوع هذا عملي، بننتهي منه ان شاء الله على خير وبنبدأ بالتحريري. طبعا شد الاعصاب ما تتخيلون، يمكن أنا أكثر منهم، بس إن شاء الله إن شاء الله تعدي على خير ونفرح بنجاحهم، وإن شاء الله ربي ما يضيع لهم تعب ولا يخسرهم يا رب العالمين. هنا أنا كنت توني صاحية وسويت لي قهوة، كنت نروق شوي، ما أدري ما كنت مشتهية صراحة فطور ولا أنا مشتهية شيء، بدينا بقهوة مع انه غلط. فيديونا اليوم بيكون روتين عادي طبيعي مثل اي روتين ببيت، بس فيه يمكن في وصفة طبخة وفيه جهاز راح نستخدمه ان شاء الله جديد وبتشوفونه معي يعني. بقية اليوم بيكون روتين عادي، إن شاء الله تستمتعون ويكون فيديو لطيف وممتع وما يكون مرة ثقيل يعني، بس أتمنى الدعم وأتمنى زر اللايك، ما راح يضر شيء إن شاء الله، ما راح يضرك شيء، بالعكس أنت بتفيديني وبنستفيد كلنا سوا إن شاء الله. فهنا بشرب قهوتي وبخلص وبروق ونبدأ الفيديو سوا وبتشوفون إن شاء الله كل شيء معي. يلا نبدأ. اليوم راح اسوي وصفة طحت عليها بالانستغرام من حساب وحدة، والله انا ناسية مين، بس على الطريقة الافغانية. الوصفة يا بنات مرة رهيبة لذيذة، الاهم من هذا كله انها سريعة، يعني تبينها غدا ماشي حالها مع غدا، يعني تبينها عشاء برضو ماشي حال. رهيبة 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 ولذيذة، فيها تكة غرابة بس ما ادري يعني، يمكن هي اللي معطيه الفكره يعني غرابه، ولا الطريقه يمكن معتاده وقريبه المصقه. فخلونا نبدا ونشوف الخطوات واتمنى تجربونها معي. اول شيء راح اخذ زيت زيتون، ما راح اكثر لانه عندي الخضار، عندي الخضار مقليه فما ابي اكثر زيت. عندي هنا باذنجان والفلفل البارد والبطاطس، قليتهم نص قلية، لا تقلونها يعني استواء كامل. احول النار ونبدأ. هنا انا عندي كشنة باقية من كشنة رمضان، فيها كل شيء يعني البصل، الثوم، البهارات، كل شيء انا حطته بهذا، دبس فليفله، فراح اضيف انتظرها تفك بس معي شوي وراح ارجع لكم. معليش كنت متوقع ان هذا يصور وانا ما صورت، اضفت بس هنا بعد ما تفككت الكشنه اضفت بس الطماطم، بخليه شوي لحد ما بس عندي شوية الطماط، راح اضيف الخضار هنا هنا اللحظة هذه راح اضيف ماجي، ما راح اكثر بهارات لانه اصلا انا عندي الكشنة مبهرة، اذا انتي لا يعني الكشنة فريش عادي ضيفي اللي انتي تبين، ودبس فليفلة اضيفي يعطي مرة طعم يا بنات. راح اخلي الكشنة لحد ما تتسبك زيادة وارجع. باقي اخر اضافة وهي اختيارية اللي هي البصل الابيض اخر شيء،
اختياري يا بنات. خلاص يبقى التقديم، اخلص وارجع. هنا كان عندي زبادي وبودرة ثوم وفلفل أسود وشوي ملح، ما كثرت الملح لأني أنا ضايفة أساساً على الطبخة ملح. فش راح أسوي؟ راح أضيف اللي سويناه الخضار، إذا من الخضار راح أضيفه هنا فوق الزبادي. هذا شكل الإدام. أحاول إني ما أحرك الزبادي، خليه تحت. بهالشكل جربوها يا بنات تهبل. طبعا انا ما عندي، لو عندي هو يفضل انه تحطين مو فلفل، بقدونس او كزبرة على الوجه، بس انا للاسف انا ما عندي فبكتفي بهالشكل. جربوها والله راح تدعون لي ان شاء الله. هنا بعد ما تغدينا وخلصنا والحمد لله وامورنا تمام، قلت بجرب جهاز بيسيل على الكنب. انا جربته على السجاد وما جربته صراحة على الكنب، فقلت يلا نجرب دامني جالسة وتكون اول تجربة معكم اللي هي على الكنب. بس انا جربت على السجاد وكانت مرة ممتازة. انا الحين عبيت الجهاز موية، الخزان قصدي، الخزان عبيته، فكيته من الجهاز وعبيته موية للحد اللي محدد لي، ومقدار الغطاء هذا بيكون الصابون. طبعا الصابون جاي معه، وفي صابون يعني نشتريه من نفس من ساكو او محلات الكبيره. خلصنا عبينا المويه وحطينا الصابون، بنسكر الخزان. سكرنا من هنا، في الجهة الثانية نفس الشيء، كذا أمورنا تمام. بنشيل الخزان وبنركب على الجهاز. يلا نروح سوا. هذا الكنب عندي، شايفين كمية البقع هنا؟ هنا الظهر ما فيه، بس إنه صار شمو عكس في بين بقع. لا أكثر شيء أكثر البقع هنا على اليدين، هنا هنا. على فكرة هذه البقع كانت موية وصابون، يعني حاولت أغسل بس لاحظت إنه حتى الموية والصابون كانت تتبقع، فقلت خلينا نجرب ونشوف، ما احنا خسرانين شيء. يلا نجرب سوا. هنا أنا بستخدم الفرشة التيربو اللي هي الكبيرة، فيها هنا الضخ الموية وهنا للشفط، فلما اجي اشفط راح احول على هذا والفرشة نفسها، يعني عشان افرك البقع مع الصابون راح اختار الخيار هذا. وهنا للشفط يجي معها هذه الفرشة، بس انا لا، قلت هذه ما يبيلها الا صراحة الكبيرة. فيلا نجرب سوا. انا بكتم الصوت لان الصوت صراحة يعني عيب المكنسة هذه انه مزعجة.
الباقي الكنب كله، وبرجع برجع لكم لانه بياخذ وقت طويل، مو طويل طويل يعني، بيطول بالفيديو. فيلا اكمل بس وارجع. هنا يا بنات انا خلصت تقريبا لو تلاحظون انه نشف، بدا ينشف الرطوبة يعني شيء بسيط. هنا في بقعتين ما رضت تروح سلايم، البقع الموية اللي هنا متركزة انا ركزت الغسيل هنا، رجعت طفيت موية وصابون ورجعت، هذا عشان كذا هذا نشف بسرعة. بس انا بديت بهذا وهذا بديت بعد، لو تلاحظون الفرق شلون هذا بسرعة نشف، هذا توه. مبدئيا النتيجة مرضية، بس ما اقدر احكم لين تنشف الموية واشوف البقع اذا راحت او لا. نشوف لحد ما ينشف، نشوف النتيجة وارجع لكم. هذا الخزان بعد ما فكيته ابيكم تلاحظون كمية الموية الوسخة اللي طلعت والموية النظيفة فوق، ما ادري واضحة ولا لا. الخزان اللي فوق، الخزان اللي تحت، شوف كمية الوساخة والله العظيم. احس ان المكنسة هذه تخلي الواحد يستحي على دمه، يعني استحي صراحة اصور هالمنظر. انا جيت هنا الكنب الصالة، قلت يعني ذاك الكنب اوكي، يعني كمية الوساخة اللي طلعت نقول مهجور ومرمي بالمخزن اوكي. نجرب على كنب الصالة اللي هو دايم يعني على يدي، امسحه دايم وتحت عيني يعني. خلنا نشوف تطلع كمية الوسخ نفس الكمية اللي هناك ولا لا، يعني انا ما ادري، بديت استحي على دمي صراحة وتفشل. خلنا نشوف. هذا الكنب عندي بالنسبة شكله يعني مبدئيا نظيف، ما في شيء. أبى أجرب وأشوف. بنات مستغربين كمية الوسخ اللي طالعة من الكلبتين صغار، بس وانا مسوية بس تجربة على اساس انه نظيف وعلى عيني ودايم يدي فيه. شوفوا شوفوا كمية الوسخ، يلا الواحد من جد يستحي على دمه. قسم بالله اني متفشلة وانا اصور المنظر هذا. لا جد الجهاز صراحة يعني يطلع وسخ سنين. من جد انا مره مذهوله.
ويلي عن هالجهاز من زمان. هذا بس كنب، بس كنب يعني، كنبتين حقت نفر نفر. ماني مستوعبة، ماني مستوعبة، بس فعلا يستاهل كل ريال هالجهاز، أمانة يستاهل. هنا رجعت للكنب بعد ما نشف، أخذ تقريبا أقل من ساعة يعني، ما شاء الله على طول على طول نشف. بس ملاحظين الفرق؟ وين البقع اللي كانت هنا؟ اختفت. هذه بقت لأنه كانت تقريبا سلايم، يلا طلعت خفت. شوفوا الفرق بين هذه وهذه، هذه ضغطت عليها ورجعت مرة ثانية. شوفوا شلون، لم جد فرق فرق فرق. شوفوا الثاني، ترى اللي واضح لكم مو بقع، اللي واضح هنا وهذا ترى الوبر حق الشاموا. لا جد صراحة ترى مرة 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 فرق، يستاهل كل ريال الجهاز. وعلى فكرة ترى مو إعلان، أنا قاعدة أمدح الجهاز من تجربتي الشخصية بس، صراحة مرة فرق مرة فرق. Thank you.
وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى يكون فيديو خفيف لطيف وحبيتوه، وقدرت أفيدكم لو بشيء بسيط. لو استفدتوا أتمنى تنشرون الفيديو عشان يستفيد الغير وينضمون لعيلتنا. ولو حبيتوا أتكلم عن جهاز بيسيل بشكل أوسع وعن عيوبه ومزايا، اكتبولي بالكومنتات وراح أنزل فيديو كامل عن الجهاز. نختم كلامنا بسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في أمان الله ورعايته. سلام.